السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق للنص الوظيفي الأول المندرج ضمن الأسبوع الأول من الوحدة الأولى حضارة كونية، المرجع منار اللغة العربية للمستوى السادس في طبعته الجديدة. إذا نبدأ على بركة الله. إذا قبل قراءة النص نبدأ بالإجابة عن الأسئلة، أسئلة ما قبل القراءة. إذا أتهيأ للقراءة، أعرف الحضارة وأذكر بعض مظاهرها. إذا الحضارة هي الفنون والتقاليد والميراث الثقافي والتاريخي ومقدار التقدم العلمي والتقني الذي يتمتع به شعب ما في حقبة تاريخية معينة. إذا الحضارة هي الفنون والتقاليد والميراث الثقافي والتاريخي ومقدار التقدم العلمي والتقني الذي يتمتع به شعب ما في حقبة تاريخية معينة. السؤال الثاني، أذكر بعض الحضارات الإنسانية القديمة. إذا بعض الحضارات الإنسانية القديمة: الحضارة الإغريقية، الحضارة الرومانية، والحضارة الإسلامية، الحضارات السومرية. إذا بعض الحضارات الإنسانية القديمة: الحضارة الإغريقية، الحضارة الرومانية، والحضارة الإسلامية، الحضارات السومرية. أقدم المعلومات التي أعرفها عن الحضارة المغربية. إذا الحضارة المغربية هي مزيج لثقافات عديدة عاشت ومرت على هذه الأرض الخضراء المعطاءة لتكون بالنتيجة هذا الامتزاج لهذه الثقافة الفريدة التي يعتد بها شعبها منذ أقدم العصور. ألاحظ وأتوقع، ألاحظ الصورتين وأبرز مكوناتهما. إذا في الصورة الأولى صومعة الكتبية بمدينة مراكش، الصورة الثانية صومعة الخيرالدة بإشبيلية. إذا الصورة الأولى صومعة الكتبية بمراكش وصومعة الخيرالدة بإشبيلية. انطلاقا من ملاحظة الصورتين والعنوان أتوقع موضوع النص. إذا انطلاقا من الصور والعنوان، العنوان هو الحضارة المغربية الأندلسية. انطلاقا من الصور والعنوان أتوقع أن النص سيتحدث عن اندماج بين الحضارة المغربية والحضارة الأندلسية. إذا انطلاقا من الصور والعنوان أتوقع أن النص سيتحدث عن اندماج بين الحضارة المغربية والحضارة الأندلسية. الحضارة المغربية الأندلسية، عاش المغرب والأندلس متحدين اتحادا نسبيا نحو من ثلاثة قرون من عهد المرابطين إلى أوائل عهد المرينيين، وقد تم الانصهار والتمازج بين العنصرين لما كان بين البلدين من أواصر شتى، فكان الأندلسيون يفدون على مراكش عاصمة المرابطين والموحدين، ثم على فاس حاضرة المملكة المغربية في عهد المرينيين. واستمر الاحتكاك والتواصل عن طريق رجال مشهورين خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين، إذ ظهر فلاسفة وأطباء أفذاذ كابن طفيل وابن رشد وابن زهر، ولم يكد ينتصف القرن السابع الهجري الذي شهد سقوط معظم العواصم الأندلسية في قبضة الإسبان حتى تضخمت حركة الهجرة، فكان لذلك أثره الفعال في حياة المغرب. وقد توالى سيل المهاجرين الأندلسيين أيام السعديين، فنقلوا معهم نماذج الحضارة الأندلسية التي طبعت إذ ذاك الحياة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية المغربية بطابع الفخامة والرقة. ولم يكد يقع النفي العام بالأندلس حتى غصت رحاب بعض كبريات المدن المغربية كفاس وتطوان وسلا بعلماء وشعراء وفنانين وتجار وأرباب حرف ساهموا فعلا في صهر الحضارتين صهرا طبعهما منذ ذلك العهد بطابع الطرافة والرصانة والسمو.
وقد امتزج كثير من العادات والمظاهر المقتبسة من الحضارتين امتزاجا عميقا تعذر معه رد كل منهما إلى ينبوعه في كثير من الأحايين. ويتجلى الطابع الأندلسي خاصة في تطوان وفاس في ميدان التجارة والاقتصاد والموسيقى، ففي كل من فاس وتطوان نلاحظ إلى اليوم وجود أعراف ومظاهر يرجع أصلها إلى المهاجرين الأندلسيين. وهناك كثير من العادات والأساليب اقتبسها الفلاحون المغاربة من إخوانهم الأندلسيين، ومنها تسجيل الأثمان في بطاقة وتعليقها على البضائع المعروضة للبيع. فقد ذكرت الدراسات التاريخية أن أهل الأندلس لما جلوا عن البلاد إلى المغرب الأقصى مال أهل البادية منهم إلى ما اعتادوه، وداخلوا أهلها وشاركوهم فيما استنبطوا فيها، فاستنبطوا المياه وغرسوا الأشجار وأحدثوا الأرحى طاحنة بالماء. وكذلك الأساليب المعمارية نفسها اتخذت في المغرب شكلها النهائي البديع أيام الموحدين الذين كانوا يجلبون صناع الأندلس. وقد انتقل هذا الفن من مراكش إلى تونس التي هي مركز رابع في إفريقيا الشمالية، صبغته التفاعلات بطابع أندلسي رائع. أما اللباس والزي فهناك تبادل قوي بين العدوتين، فلباس البياض في مناسبات وفصول خاصة عادة مغربية أندلسية، ولا يزال كثير من المغاربة يتبعون هذه العادة. وهكذا فلم تكد تنصرم القرون الوسطى ويبزغ فجر العصور الحديثة حتى تولد عن تفاعل حضارتي العدوتين حضارة موحدة تطبعها روح واحدة سداها التراث الشرقي الرسين، ولحمتها عروبة متأصلة وتقاليد إسلامية مع ألوان أمازيغية وحسانية وعبرية محلية براقة تجمع بين طرافة المظهر ومتانة الجوهر. أنمي رصيدي المعجمي، أحدد معاني الكلمات الآتية بحسب سياقها في النص: أفذاذ مقتبسة تنصرم لحمة. إذن أفذاذ متفردون، مقتبسة مأخوذة ومستوحاة، تنصرم تنقضي، لحمة قرابة. السؤال الموالي: أصل بخط بين الكلمة ومعناها المناسب في سياق النص. إذا تمازج، روابط، امتلأت، اختلاط، طلعت، أم يبدأ أوله. إذا تمازج بمعنى اختلاط. أواصر، روابط، يبزغ، يبدأ أوله. غصت، امتلأت. غصت، امتلأت. أملأ خريطة الكلمة، كلمة الحضارة. إذا نوع الكلمة اسم، مرادفها التقدم، ضد كلمة الحضارة التخلف. تركيبها في جملة: تعاقبت العديد من الحضارات على أرض المغرب. إذا تعاقبت العديد من الحضارات على أرض المغرب. إذا نوع الكلمة اسم، الحضارة نوعها اسم، مرادفها التقدم، ضدها التخلف. تركبها في جملة: تعاقبت العديد من الحضارات على أرض المغرب، أو حضارة المغرب من أجمل الحضارات. حضارة المغرب من أجمل الحضارات. أقرأ النص وأضع العلامة X أمام الاختيار الصحيح. عاش المغرب والأندلس متحدين لمدة 30 سنة، 300 سنة، 3000 سنة.
إذا عاش المغرب والأندلس متحدين 300 سنة. انصهر العنصران المغربي والأندلسي نتيجة علاقات تميزت بالاتصال والصداقة والتبادل. بالانفصال والصراع والتباعد، بعدم الاتصال ولا مبالاة. إذن لأن العلاقات تميزت بالاتصال والصداقة والتبادل وليس بالانفصال والصراع والتباعد أو بعدم الاتصال ولا مبالاة. كان للفلاسفة والأطباء والعلماء والمفكرين الأندلسيين أثر إيجابي في المغاربة، صحيح أم خطأ؟ إذا كان للفلاسفة والأطباء أثر إيجابي في المغاربة، صحيح أم خطأ؟ إذا نعم صحيح، أعلل جوابي. إذا بسبب سقوط الأندلس وهجرتهم إلى المغرب، السؤال الموالي، السبب الذي جعل كبريات المدن المغربية تغص بالأندلسيين، زيارتهم للمغرب، بحثهم عن العمل، أو طردهم من الأندلس. إذا السبب الذي جعل كبريات المدن المغربية تغص بالأندلسيين هو طردهم من الأندلس. أذكر من النص ما يثبت تأثير الحضارة الأندلسية في الحضارة المغربية. إذا ما يثبت تأثير الحضارة الأندلسية في الحضارة المغربية، ففي كل من فاس وتطوان نلاحظ إلى اليوم وجود أعراف ومظاهر يرجع أصلها إلى المهاجرين الأندلسيين، وهناك كثير من العادات والأساليب اقتبسها الفلاحون المغاربة من إخوانهم الأندلسيين. إذا هذه العبارة هي التي تثبت تأثير الحضارة الأندلسية في الحضارة المغربية. أحلل، أستخرج من كلمتين من النص تدلان على معالم الحضارة المغربية الأندلسية. إذا حضارتي العدوتين والأساليب المعمارية. أحدد الأفكار الأساسية لفقرة النص. إذا الأفكار الأساسية لفقرة النص، إذا علاقة المغرب والأندلس 3 قرون من العهد المرابطي إلى العلويين. الفكرة الثانية، استمرار الاحتكاك والتلاقح بينهما وخصوصا بعد سقوط الأندلس. الفكرة الثالثة، هجرة الأندلسيين إلى المغرب حيث توافد الفلاسفة والعلماء والمثقفون. الفكرة الموالية، استقرار المهاجرين بالمغرب ونقل ثقافتهم وعاداتهم إلى المغاربة. تأثر الحضارتين في اللباس التقليدي والمناسبات. تفاعل حضارتي العدوتين منذ القرون الوسطى إلى العصور الحديثة، تولد عنه حضارة موحدة. السؤال الثالث، أبرز لأصدقائي وصديقاتي ما توصل إليه الكاتب في نهاية النص. إذا ما وصل إليه الكاتب في نهاية النص هو استمرار وتفاعل حضارتي العدوتين إلى اليوم. إذا ما وصل إليه الكاتب في نهاية النص هو استمرار تفاعل حضارتي العدوتين إلى اليوم. التمرين الرابع، أشرح لأصدقائي وصديقاتي ما تولد عن التفاعل الحضاري المغربي الأندلسي. إذا تولد عن التفاعل الحضاري المغربي الأندلسي حضارة موحدة تجمع بين طرافة المظهر ومتانة الجوهر. إذا تولد عن التفاعل الحضاري المغربي الأندلسي حضارة موحدة تجمع بين طرافة المظهر ومتانة الجوهر.
أركب، أصوغ الفكرة العامة للنص في جملة مفيدة. إذا الفكرة العامة للنص: التمازج والتعايش بين المغاربة والأندلسيين نتج عنه حضارة موحدة بين العدوتين تطبعها روح واحدة. إذا التمازج والتعايش بين المغاربة والأندلسيين نتج عنه حضارة موحدة بين العدوتين تطبعها روح واحدة. استعين بالأفكار الأساسية لتلخيص النص في أربع جمل مفيدة. إذا العلاقة العريقة التي تجمع المغرب والأندلس والظروف التي ساهمت في نشوء هذه العلاقة وأثرها الكبير في تمازج وتلاقح الحضارتين والتي ساهمت في بروز وحدة الحضارة المغربية الأندلسية في كل تجلياتها الفكرية والعمرانية والاقتصادية والاجتماعية. العلاقة العريقة التي تجمع بين المغرب والأندلس والظروف التي ساهمت في نشوء هذه العلاقة وأثرها الكبير في تمازج وتلاقح الحضارتين والتي ساهمت في بروز وحدة الحضارة المغربية الأندلسية في كل تجلياتها الفكرية والعمرانية والاقتصادية والاجتماعية. استثمر: أعرف بالشخصية الأندلسية المغربية بن طفيل بن رشد بن زهر وأبرز المجالات التي أبدعت فيه. إذا ابن طفيل فيلسوف وعالم وطبيب أندلسي مسلم ورجل دولة، وهو من أشهر المفكرين العرب الذين خلفوا آثارا خالدة في عدة ميادين: الفلسفة، الأدب، الرياضيات، الفلك والطب. ابن رشد عالم أندلسي وفيلسوف وطبيب وفقيه وقاض وفلكي وفيزيائي مسلم. ابن زهر عالم أندلسي وطبيب مسلم ومن أعظم علماء الطفيليات، ويرى البعض المؤرخين أنه أعظم الأطباء المسلمين منذ الرازي. إذا هذا هو تعريف الشخصيات. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.